السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد تمام من قناتكم على اليوتيوب، متمنيا لكم الصحة والسعادة للجميع. بهذا الفيديو يا جماعة راح نحكي عن تطور كتير مهم، مساعدات من رجال الأعمال الليتوانيين والسكان المحليين الليتوانيين للاجئين والمهاجرين في ليتوانيا. طبعا الخبر 8/8/2021 حوالي الساعة 4 مساء. يتغير القلق بشأن المهاجرين من خلال الرغبة في المساعدة. رجال الأعمال يسرون البطانيات ويتبرع السكان بالملابس ويحملون الطعام. إذن يا جماعة كان في مظاهرات لفئة من الشعب ضد المهاجرين، وكان في كلام حقيقة مو من أهل اللاجئين. هلا عم نشوف إنه تبرع من رجال الأعمال الليتوانيين، تبرعوا ب 11,000 بطانية بقيمة 20,000 يورو، والسكان المحليين عم يتبرعوا بالملابس وكمان عم يجيبوا الطعام للمهاجرين. بعد ما شافوا انه المهاجرين ما في عندهم شيء سيء، ما جايين ليخربوا اي شيء، بس عم يبحثوا عن الحريه والكرامه والعيش. بما انه الدوله امكانياتها ضعيفه حقيقه، فرجال الاعمال عم بيساعدوا اللاجئين والمهاجرين، وخاصه نحن مقبلين على الشتاء، وكمان السكان عم يساعدوا. عم يقول الخبر لم يتم قبول اي مهاجر من بيلاروسيا في اليوم الماضي، واعيد ما يقرب من 80 مهاجر. تغيرت مخاوف الليتوانيين بشأن المهاجرين بسبب الرغبة في المساعدة. تغيرت يعني مخاوف الليتوانيين، يعني هن كانوا خايفين من اللاجئين قديما، أول ما أجوا كانوا خايفين منهم، بس حاليا تغيرت نظرتهم للمهاجرين الموجودين حاليا. يعني عم يقدموا مساعدات، عم يقدموا بطانيات، عم يقدموا أكل، عم يقدموا ملابس دافئة. وصل إلى حرس الحدود حتى الآن أكثر من 11,000 بطانية. يحاول المزيد والمزيد من الناس مساعدة المهاجرين، التبرع بالملابس وشراء الايس كريم وتسليم المتاجر المنتجات منتهية الصلاحية. يعني كمان المتاجر الكبيرة المعروفة كمان عم تساعد المنتجات اللي راح تخلص صلاحيتها او منتهية الصلاحية بيوم يومين، عم يتبرعوا فيها لصالح اللاجئين والمهاجرين. نحن بنعرف يا جماعة في حوالي اكثر من 4,000 مهاجر حاليا في ليتوانيا، ومصيرهم مجهول وبظروف صعبة جدا. سيتم فحص المهاجرين مرة واحدة في اليوم من قبل البلدية، ولكن الآن وفقا للمجتمع فإن الملابس الدافئة هي الأكثر نقصا. في عندهم نقص بالملابس يا جماعة، الملابس الشتوية، لأنه نحن مقبلين على الشتاء والشتاء راح يكون بارد جدا. يحتاج الناس إلى المساعدة. إذا لم تستطع الدولة ذلك، فمن الممكن للشركات أن تساعد، أو يستطيع الناس ذلك. لم يهربوا لأنهم أرادوا الفرار هنا، أكد من الصعب العيش هناك. يعني هن عم يأكدوا أنه من الصعب العيش في الدول الأصلية للمهاجرين، دول مثل أفريقيا ودول مثل العراق أو سوريا، من الصعب أنه تعيش هناك. هن يعني عم يعترفوا بأنفسهم، فقرروا المساعدة ومساعدة اللاجئين شو بيطلع بإيدهم. يعني إذا شفنا تغير المواقف، موقف السكان الأصليين ورجال الأعمال اللي ساعدوا ببطانيات وبملابس وبأكل، هذا شيء كتير منيح يا جماعة، لأنه شافوا المهاجرين وشافوا المعاناة وشافوا شلون عم ينضربوا على الحدود، والمعاناة الكبيرة للاجئين والمهاجرين حقيقة. وإن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة، لأنه نحن مقبلين على الشتاء يا جماعة، والشتاء راح يكون في برد كتير هنيك. فإذا ما جهزوا حالهم من هلأ راح يكون مشكلة كبيرة في المستقبل. كان معكم محمد تامر، نلقاكم بفيديو تاني، والسلام عليكم.